السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم باديس منتدى الجزائريين في بريطانيا. خاوتي اليوم جيتكم بخبر يعني مؤلم جدا. هو واحد من خاوتنا واسمه محمد زيات. اليوم كنت عنده في البيت وهذا وين راني خرجت من عنده. حالته راهي ميؤوس منها والأطباء قالوا له باللي بقالك إلا أسبوع أو أسبوعين والتوفى والأعمار بيد الله. اليوم لما زرناه أنا وخاوتنا فؤاد وعبد الرحمن أطلب منا طلب واحد، وهذا الطلب هذا أنه هو عارف باللي راه راح الأعمار بيد الله، لكن عارف باللي راه راح يموت، بصح راه قال لنا طلب واحد من الجالية الجزائرية أنكم تساعدوه يروح يشوف يمه قبل ما يموت. احنا هذا الطلب هذا يا بعد من الاخوه راهم قال لك باللي يعني كثير والمال كبير ومنا باش تبعتوا للجزائر طائره خاصه لانه ما يقدرش يقعدوا هذاك. لقينا احنا طائره خاصه هي 14-15,000 باوند، لكن حنايا هذا الطلب هذا يا هو راه مريض وطلب منا هذا الطلب. انا ما نقدرش نرجعه، والاخوه اللي قالوا لي باللي صح كبير ومن صح المبلغ كبير، لكن انا ما قدرتش نخمم بعقلي، انا نخمم بقلبي. هذا الانسان هذا طلب منه هذا الشيء، انا نوجهه لكم ليكم. لو جمعنا له هذا المال هذايا الله يبارك يروح يشوف يماه ويموت عندها. لو ما جمعنا لهش هذا المال هذايا الله يبارك، قدر الله ما شاء فعل. احنا ان شاء الله راني ندعم لكم النداء، نوصل لكم واش قال لكم يا خوتي الجزائريين. من فضلكم بارك الله فيكم، عاونوني نروح نشوف يما قبل ما نموت. هذا هاني وصلت لكم هذا الميساج للناس اللي تعرفوا وللناس اللي ما تعرفوش. لكان هاد البلاد هذية قلت له انايا كاين رجال وان شاء الله تروح تشوف يمك، وباذن الله باذن الله ويفلفل هذا الوش تاعو ان شاء الله. ربي يخفف عنه ويشفيه، وربي يبارك لكم فيما اعطاكم، ونسأل من الله التوفيق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللي يريد المساعدة ذوك نعلموا اعملوا هذا الجو فاند مي، ممكن نعطيه لكم تاني رقم الحساب بنكي تاع الجمعية ثاني تقدروا تحطوه فيه. أو اللي حاب يخلص يمد كاش يتصل بعمي علي في أدمز كافي في هاونزلو. سقسوا على أدمز كافي في هاونزلو، عمي علي موجود هناك، اعطيه له المبلغ هذا ان شاء الله. الاخ محمد زيات النهار الحد يكون عند الام تاعو ان شاء الله. يا ربي سبحان ربك رب العزه عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.